نشرة هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات، مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء. هاي طلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 34. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون في ضيافتنا الأستاذ سيد عبد العاطي أستاذ اللغة العربية. صباح الخير يا مستر. صباح النور يا أستاذنا، شرفنا، ربنا يبارك فيك، شرف لينا اللي احنا مع حضرتك وفي القناة معاك. الله يكرمك يا حبيبي. لو عندك أي نصائح سريعة للطلاب بتاعتك اتفضل. والله نستفتح بالذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم افتح بيني وبين طلابي بالحق وهو خير الفاتحين. بنقول في البداية أن الطالب لازم يعلي سقف طموحه. جميل. زي ما رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوا من الفردوس الأعلى. فالطالب ما يبقاش كل تفكيره اللي هو عايز ينجح أو يدخل كلية معينة، لازم يكون سقف طموحه عالي. زي ما المتنبي قال إذا غامرت في شرف مرغوم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نعم. ووجدنا برضو أن أبو القاسم الشاب، وده شاعر من شعراء مدرسة أبولو، كان في ظل الذل والاستعمار، كان بيقول سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشمائي. فنتمنى أن الطلاب والطالبات يكون عندهم طموحهم عالي، بيرنوا إلى مستقبل كبير. الطالب لما يقول أنا عايز أنجح، غير لما يقول أنا عايز أجيب 90، غير لما يقول أنا عايز أبقى الأول على الجمهورية. فكل واحد هيبذل مجهود على حسب الطاقة بتاعته وحسب الطموح اللي هو بيطمح إليه. يكون الطالب نسر ما يكونش أرنب. هم عندهم السنة دي تبع المدرسة الواقعية عندهم نص النسور، بيفرق بين منهج الطامحين ومنهج الخاملين. فإما يكون نسر محلق في السماء، وإما يكون أرنب هيستنى مصيره المدجج بالموت. فأتمنى نصيحة لكل طالب وكل طالبة إن هو يرنو إلى هدف عظيم يوصل له. الطلاب بتاعتها تبقى كلها نصور إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. حلقة موفقة يا مستر. بارك الله فيك. تفضل يا حبيبي، تفضل. طلابي وطالبات، النهاردة هيكون عندنا موضوع بالنسبة لكم مهم قوي، هو درس المشتقات. المشتقات العاملة والغير عاملة. احنا النهاردة هنشتغل على المشتقات العاملة. جميل. فعشان اعرف يعني ايه اسم مشتق، لازم الاول اعرفك يعني ايه اسم جامد. ما تدخلش في درس المشتقات مباشرة. فانا هفرق بين كلمة زي كلمة الشمس وكلمة زي كلمة مشمس. تمام. كلمة الشمس لم تؤخذ من غيرها، هي اتوضعت كده في اللغة ابتداء، لكن مشمس اتخذت من الشمس. فاخد كلمة زي كلمة الصخر. جميل. واخد كلمة زي كلمة هنا او الحجر، واخد كلمة زي كلمة متحجر. تمام. نجد ان زي ما بيقولوا كده السائل بيخرج من الصخر، نقول ان المشتق بيخرج من الجامد. نقول ان المشتق بيخرج من الجامد. تمام. يبقى لما اتكلم عن المشتقات هتكلم عن مشتقات عاملة، مشتقات غير عاملة. يبقى لابد أولا أن يدرك الطالب جيدا
ان في فرق بين كلمه اسم جامد واسم مشتق. احنا بندخل في الدرس على طول الاسماء المشتقه. لا، وانا لازم اعرفه ايه الفرق لما اقول له هنا ان هذا رجل عادل في حكمه، تمام، واقول له هنا عادل طالب مجتهد. فهل عادل هنا زي عادل هنا؟ اكيد لا. يبقى هنا هذا رجل يعدل في حكمه، انا اشتقتها من العدل، انما هنا اسم، لكن هنا اسم جنس، فبالتالي ما يبقاش متشابهين، تمام. فلازم الطالب يدرك بدايه ان في فرق بين كلمه اسم مشتق واسم جامد، وهل كلمه الشمس وهي اسم جامد او كلمه الحجر او الصخر وهو اسم جامد يتساوى زي كلمه السعاده، وهو ده برضو اسم جامد، بس الفرق ان ده ذات يعني يدرك بالحواس، اما ده يدرك بالعقل. فده اسم جامد ذات وده اسم جامد معنى. يبقى كده بداية قبل ما نبدأ ونقسم السبورة، حابب ان الطالب يعرف الفرق، لان ده هيفرق ان الطالب يكون حافظ ولا فاهم نحو. جميل. فاهم نحو يبقى هيدرك الفواصل بين هذا رجل محمود اخلاقه ومحمود الاول على المدرسة. مش الامور كده هتبقى شبه بعضها، احنا ما بناخدش بالشبه. تمام. طيب يعني ايه المشتقات؟ يعني ايه مشتقات عاملة ويعني ايه مشتقات غير عاملة؟ عايز اعرف يعني ايه مشتق عامل. دي اعتقد ان هي لكثير من الطلاب والطالبات عاملة عقدة من تالتة اعدادي لما خدوا اسم الفعل اسم مفعول وصيغة المبالغة، خدوه في سنة اولى ثانوي، وبيكرر للمرة الثالثة بيتشرح ويقول الطالب والطالبة، يقول ان عقدتي اللي انا مش عارف يعني ايه عامل ومعمول، استخرج اسم فاعل او اسم مفعول او صيغة مبالغة وقول لي يعني ايه عامل ومعمول. انا بقول مشتقات عاملة، عاملة كده تساوي تعمل عمل الفعل، سواء بقى كان الفعل ده مبني للمعلوم او الفعل ده مبني للمجهول. اما غير عاملة تساوي ايه؟ لا تعمل عمل الفعل. والنحو مش قواعد، ما كثير من الطلاب حافظين مثلا في علم رياضة نظريات لكن ما بيعرفش يحل المسألة، وكثير من الطلاب يحفظوا قواعد في النحو لكن ما يحلش جملة ولا يعرف. يبقى الموضوع بالنسبة لنا مش حفظ ولكن هو ادراك وفهم. جميل. فانا عندي هنا ان مشتق عامل يعني يعمل عمل الفعل، يعني انا لما اقول هنا على سبيل المثال هقول هل، تمام، يستفيد الطالب من الحصة. الجزء ده مهم جدا جدا جدا، هيحل مشكلة كبيرة عند كثير من الطلاب والطالبات. هل يستفيد الطالب من الحصة؟ لو بصينا على كلمة يستفيد، ده الفعل المضارع والطالب هو اللي استفاد. يستفيد الطالب من الحصة، ايه هو الفاعل؟ تعريفه عندنا، الفعل هو من قام بالفعل او اتصف به، مش الفعل اللي قام بالفعل. يعني انا لما اقول هنا هل يشرح الاستاذ النحو، الاستاذ قام بالفعل، هنا وصفته ان استفاد. تمام. لما اقول كده هل ينتصر الجيش، مش الجيش اللي نصب نفسه، ربنا اللي نصره. لما اقول انكسر الكوب، الكوب ما كسرش نفسه ولكن وصف بالكسر، يبقى الفعل هو من قام بالفعل او اتصف بالفعل. ايه اللي خلى ده فاعل؟ بسال حضرتك، ايه اللي خلى ده فاعل وايه اللي خلى ده فاعل وايه اللي خلى النحو مفعول؟ ايه اللي عمل العمله دي فيهم؟ يبقى لما اقول هل يستفيد الطالب، لو انا خليت الطالب يستفيد اصبح الطالب ده مبتدا، لكن لما اقول يستفيد الطالب ولما اقول يشرح المدرس، اللي خلى الطالب فاعل وخلى الاستاذ فاعل والنحو مفعول، في عامل في الجمله عمل كده، عمل العمله دي. يبقى لما اجي اتكلم على يستفيد بقول ده الفعل، كلمه الفعل في اللغه تساوي ايه؟ العامل. عشان كده اقول لي ايه مثلا العمل، العمل يتقدم المجتمع، يقول لي العمل ده مفعول به لفعل محذوف، هو العامل، العامل ده يقول لي اذكر حكم حذف عامله، يبقى الطالب ما يعرفش ان كلمه الفعل يعني العامل. طب ده عمل ايه؟
خلى الكلمة دي فاعل، ده المعمول. جميل. يبقى ده كده عامل وده معمول، وكده ده كده عامل وده معمول وده معمول. لما اجي اشيل بقى كلمة يستفيد واقوم حاطط ديك مكانها كده ميم مضمومة واقول هل مستفيد الطالب؟ هي الجملة بالظبط. إذا كان يستفيد الطالب، الطالب دون هيبقى فاعل، برضو لما أخلي الفعل أخليه اسم فاعل هقول هل مستفيد الطالب. يبقى إيه اللي خلق؟ بص كده، إن تعمل عمل الفعل، يعني أنا شلت الفعل وحطيت مكانه مشتق يعمل عمل الفعل، فبقى ده العامل وده المعمول. يجي يقول للطالب استخرج اسم فاعل واعرب معموله، هو حافظ ان اسم الفاعل على وزن فاعل او ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر. طب يا ابني فين معموله؟ مش عارف اعرب معموله. ما هو انت عشان تعرب معموله تفهم الاول يعني ايه اسم فاعل عامل. تفهم يعني ايه اسم فاعل عامل؟ عامل يعني يعمل عمل الفعل، يعني انا بشيله واحط مكانه فعل. يبقى عايز اتاكد ان ده اسم. حتى الجمله اللي كتبتها لحضرتك في الاول كنت بقول هنا هذا رجل عادل في حكم. لما تيجي تشيل دي وتحط مكاننا فعل تقول هذا رجل يعدل في حكم، لكن لما قلنا عادل طالب محترم ما ينفعش اقول يعدل طالب محترم. مظبوط. فيبقى الموضوع مرتبط اساسا بالفهم، مش مرتبط بحفظ قواعد صماء، مش هتستفيد منها حاجه. تمام. يبقى انا عندي اسم الفعل اهو عامل، يبقى ما معنى مشتق عامل؟ انا اشتقيت مستفيد من يستفيد. فعشان كده بقى اول حاجه انه مشتق منين؟ من فعل مبني للمعلوم. لكن لما تيجي تقول كده الطالب محموده اخلاقه، لما تيجي تشيل محموده تقول الطالب حمدت اخلاقه، بقى من فعل مبني. يبقى المشتقات يا اما مشتقه من فعل مبني للمعلوم يا اما مشتقه من فعل مبني مجهول. للمجهول. يبقى بدايه الطالب لازم يدرك يعني ايه مشتق، ويعرف يعني ايه مشتق عامل، يعني يعمل عمل الفعل. يبقى لما اشيله احط ايه فعل؟ يبقى لما اقول لي فين معموله؟ معموله اسم الفعل ده اللي عمل عمل الفعل. عمل ايه في الكلام اللي وراه؟ عمل ايه في الكلام؟ خلى دون فاعل. طب ده لما اقول هنا هل شارح الاستاذ النحو؟ ايه ده شارح، ده اسم. ومن امتى الاسم اللي هو المبتدا؟ ما لما اجي اعرف شارح ده اعتمد على استفهام، يبقى مبتدا مرفوع. ازاي مبتدا مرفوع وراه فاعل؟ انت هتجنني بقى. ازاي مبتدا وراه فاعل؟ ما المبتدا وراه خبر. يبقى ازاي مبتدا وراه فاعل؟ لا، يبقى انا كده ايه، الطالب هيشك في نفسه. ازاي اعرف ده فاعل؟ فيقول لك انا مش عارف يعني ايه معمول. ما انت هتحط كده مكان شارح، ذهنيا هتحط مكانها يشرح. تمام. يبقى انت عرفت ان ده اسم فاعل هيعمل عمل الفعل، اعتبره بقى عقليا كده ان ده فعل. هو شكله هو قدامك اسم، ده اسم فعلا ومنون، والتنوين من علامات الاسماء. فانا هقول هنا هل شارح الاستاذ، يبقى الاستاذ فاعل. فاعل ازاي؟ ما هو فاعل لاسم الفاعل العامل عمل الفعل المبني للمعلوم. تمام. يبقى كده الاستاذ فاعل. طب ما الفعل ده متعدي، يبقى ليه فاعل وليه مفعول؟ يبقى النحو مفعول به منصوب وعلامه النصب. ليه؟ طب لاسم الفاعل العامل عمل الفعل. طب ما انا عايز اعرف فين الخبر؟ قال المعمول بتاع اسم الفاعل سد ما سد الخبر. يعني برضه الجمله ما زالت الجمله ايه؟ جمله اسميه، ده مبتدا. طب فين خبر؟ معمول اسم المفعول سد ما سد ايه؟ الخبر. يعني برضه كده يبقى ايه؟ ما يبتديش يبقى في توتر وفي قلق، مش عارف اطلع المشتق من الجامد، مش عارف اطلع المشتق العامل من غير العامل، مش عارف يعني ايه عامل ويعني ايه اصلا معموله. عامل ببساطه يعمل عمل الفعل. يا اما من فعل مبني للمعلوم زي دول، يا اما من فعل مبني للمجهول. للمجهول. لاحظت حضرتك دلوقتي لما قلت مشتق عامل وكنت كاتب هنا غير عاملة، هيا كنت كاتب غير عاملة. لما تبص كده على كلمة غير عاملة، احنا قلنا هنا مشتق عامل زي ما شفنا كده، هل شارح الأستاذ النحو. حضرتك شلت كلمة شارح وينفع تقول هل يشرح، يبقى ده عامل.
يبقى ده كده عامل. لكن لما اقول لك كده بص الجملة دي مثلا محمد احسن طالب. احسن ده اسم تفضيل على وزن افعل. ينفع تحط مكانه هنا حضرتك، ينفع تحط يشرح. ينفع تقول محمد يحسن طالب او يحسن طالب؟ لا طبعا. يبقى غير عامل. يعني لا يعمل عمل الفعل مع انه على وزن افعل من الفعل الثلاثي الماضي التام المثبت المتصرف المبني المعلوم، التوافر فيه الشروط اللي خلينا اجيب منه اسم تفضيل مباشره. يعني انا اشتقيته، ده مش اسم جامد، ده اسم مشتق. بس مش هينفع تحط مكانه فعل. تمام. يبقى انا كده مطالب ان الطالب اقول له احفظ؟ لا. افهم. انا دعوه للفهم، افهم ان كلمه مشتق غير عامل يعني لا يعمل عمل الفعل، هو مشتق لكن لا يعمل عمل الفعل، لكن ده اسمه مشتق ويعمل عمل ايه؟ ويعمل عمل الفعل. ده كان بداية ان الطالب يعرف يعني ايه كلمة مشتق، ويعرف يعني ايه عامل، ويعرف يعني ايه غير عامل. طبعا عندنا مشتقات غير عاملة، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، فده اسم مشتق غير عامل. اسم الآلة المشتق، يعني انا ممكن اقول لحضرتك كده سريعا، بقول الرجل مذياع الاسرار. يعني الراجل بيذيع الاسرار. تمام. لما اقول الرجل مذياع الاسرار اصبح الاسرار مفعول به، ده مبتدا وده خبر وده مفعول به. ازاي مفعول به والجمله اصلا ما فيهاش فعل؟ قال لك لان ده كده مفعال صيغه مبالغه. تعمل عمل الفعل يذيع الايه؟ الاسرار. تمام. لكن لما تيجي تقول كده الرجل يحمل مذياع صغير، ايه ده؟ ده دي كلمة مذياع ودي كلمة مذياع. بس هنا الراديو الآلة. تمام. اسم بقى ينفع اقول الرجل يحمل يذيع صغير؟ لا طبعا، ما ينفعش احط الفعل. يعني احنا ما بناخدش بالشبه، احنا بناخد بالفهم. افهم هتحل صح. ده كده مشتق عامل وده مشتق بس غير عامل. لانه لا يعمل عمل الفعل، ده صيغه مبالغه والوزن مفعال، وده اسم اله والوزن مفعال. طب افرق بينهم؟ اجي في الامتحان على النظام الحديث يقول المشتقين عاملين، المشتقين صيغه مبالغه، المشتقين اسم اله، هيا الاول صيغه مبالغه والتاني اسم اله، او الاول عامل والتاني غير عامل. تلاقي الاختيارات ورا بعض والطالب تايه، انا مش عارف اختار ايه، كلام شبه بعضه، فتحصل الحيرة ويحصل الضرب ومش عارف يتماشى على النظام الجديد. خلاص كان الاول يقول له استخرج من القطعة مشتق عامل واعرب معموله وخلص، او مشتق صيغة مبالغة وقول وزنها، كان الموضوع بسيط. جميل. يبقى النهاردة بعد المقدمة دي هنقول المشتقات العاملة. تمام. المشتقات العاملة يعني التي تعمل عمل الفعل. سواء ايه بقى؟ فاكر؟ سواء مبني للمعلوم او مبني المجهول، او مبني ايه؟ المجهول. طب ليه مهمة دي؟ لان ده هينوع المشتق. لو مبني للمعلوم اسم فعل وصيغه مبالغه، مبني المجهول يبقى اسم مفعول. يعني احنا بيهمنا هو جبناه من انهي فعل. تمام. جبناه من انهي فعل. يبقى المشتقات العامله التي تعمل عمل الفعل هنقول ثلاث حاجات. اول حاجه اسم الفعل. تاني حاجة صيغ المبالغة. تالت حاجة اسم المفعول. ليه اسم الفاعل وصيغ المبالغة باللون الأحمر؟ لأن الاتنين دول من فعل
مبني للمعلوم. أما اسم المفعول ده مشتق من فعل مبني للمجهول. مبني للمجهول. جميل. الاثنين دول عملهم واحد، نعتبرهم حاجة واحدة. لكن هيختلفوا في جزء صغير. تمام. يبقى لما أقول اسم الفاعل وصيغ المبالغة بنقول الاثنين دول كده، الاثنين دول أسماء مشتقة من الفعل المبني للمعلوم تدل على من قام بالفعل أو اتصف به. بنزود في صيغة المبالغة كلمة كده بكسرة، قام بالفعل بكسرة، يعني الكاذب غير الكذاب، الكذاب بقت إيه؟ في صفة ملازمة ليه؟ الناصح غير النصوح، الغافر غير الغفار أو الغفور. تمام. هي فبيبقى قام بالفعل بكسرة. اللي أنا كتبته ده يا أستاذ أحمد اسمه المعنى. اللي أنا لما بشيل اسم الفعل بصيغة المبالغة بتبقى من فعل مبني للمعلوم بتدل على من قام، يعني الغافر الذي يغفر والغفار برضو الذي يغفر. اتفقوا في المعنى. اتفقوا في ايه؟ في المعنى. نكتب الحتة دي، اتفقوا اسم الفاعل وصيغ المبالغة اتفقا في المعنى. واختلف في ايه؟ قال لي اختلف في الوزن. الاوزان هتختلف. انا اقول غافر غير غفار، فاعل غير فاعل. يبقى هم اختلفوا اتفقوا في ايه؟ اختلفوا في ايه؟ اتفقوا في ايه؟ اتفقوا في ايه؟ المعنى. واختلفوا في ايه؟ اختلفوا في الوزن. يبقى انا كده هركز ان في حاجه اسمها معنى وحاجه اسمها وزن، ودي مهمه قوي بالنسبه لنا حتى في شرحي. تمام. اسم الفاعل ثلاثي وغير ثلاثي. ثلاثي وغير ايه؟ ثلاثي. بس في حاجه مش عارف الطلبه كلها مدركاها ولا لا، احنا ما بنعدش حروف اسم الفاعل. يعني ما اقولش قاتل او صانع اربعه يبقى رباعي، منتصر خمسه يبقى خماسي، مستخرج سته يبقى لا. انا بشوف الفعل، معنى كلمه اسم فاعل ثلاثي معناها كده انه من فعل ثلاثي، يعني فعل ثلاث حروف. ده معناه. تمام. يعني غافر من غفرة وصانع من صنع، ما بنعدش حروف اسم الفاعل. وكذلك الغير الثلاثي يعني من فعل غير ثلاثي. يعني لما حضرتك كده هتلاقي صانع ومنتصر، عدد حروف اسم الفعل أربعة، لكن هو اسم فاعل ثلاثي، يعني اسم فاعل من الفعل صنع. تمام. ومنتصر من الفعل انتصر. انتصر. نعد حروف انتصر يطلع يبقى ده اسم فاعل من فعل خماسي، بس احنا الرباعي والخماسي والسداسي بنقول اسم فاعل من فعل غير ثلاثي. جميل. بس هو في الغالب كده المتعارف عليه يقول اسم فاعل ثلاثي اسم فاعل غير ثلاثي. لكن المفهوم اللي وراه المدلول اللي احنا بنفهمه ان هو من فعل هيا من فعل ثلاثي، وده من فعل غير ايه؟ غير ثلاثي. ازاي الطالب مستواه يكون مستوى بسيط في النحو ويقدر اللي هو يجيب اسم فاعل ثلاثي؟ انا هجيبه دلوقتي، هعلم الطالب المستوى ضعيف ان يجيب اسم الفاعل الثلاثي اللي هو من فعل ثلاثي بالشبه. تمام. بعد كده نشغل بقى الدماغ، فهنقول ان اسم الفاعل من فعل ثلاثي أربع حروف. الحرف الثاني لازم يبقى ألف مد ما عليهوش همزة. جميل. اللي هو هو أهي صانع. طب خليني دلوقتي قلت صانعة، قلت صانعون، أنا بشتغل على المفرد المذكر، يعني هي لو جاءت الرافعون راية الحق شيل الالف واللام والواو والنون بقت رافع. يعني استخرج الرافعون ده اسم فعل لانه في الاخر هو من فعل ثلاث حروف، الرافعون من رفع. جميل. يبقى هي حتى لو جايه مثنى او جمع انا ببقى ليا الاربع حروف دول.
تمام. يبقى ده كده اسم فاعل من فعل ثلاثي صانع. يبقى ده كده لما اجي اشيله اقول هل صانع المؤمن خيرا؟ هل يصنع المؤمن خيرا؟ المعنى ماشي. تمام. احنا دلوقتي شغالين اللي هو هينشل كده على الوزن. لان عند كده بيقول لي مثلا ايه؟ الطالب شاكر ربه. هقول الذي يطلب شاكر ربه ولا الطالب يشكر ربه؟ الطالب يشكر ربه. يبقى هو شاكر دي هي اسم الفاعل، يبقى الجمله الطالب بقى اسم جنس. ده اللي على جنس الطلاب. تمام. لكن اسم الفاعل شاكر، يعني الاثنين ده طالب وده شاكر. ده اربع حروف وده اربع حروف. تمام. بس انا خدت الوزن ولا اخد الوزن والمعنى؟ اخد الوزن والمعنى. جميل. اخد الوزن والمعنى، ما اخدش الوزن بس. تمام. الاول هو هينشل على كلمه طالب وشاكر، بعد كده نفهمه بقى اللي يرجع للمعنى، ما تاخدش بالشبه وبس. تمام. يبقى الطالب او صانع بقى اسم فاعل اسم فاعل ثلاثي، يعني من فعل ثلاثي، عباره عن ايه؟ اربع حروف. الحرف الثاني لازم يبقى ايه؟ الف. لو اختار حاجه غير كده يبقى غلطان. يبقى لما يجي كده الطالب اللي هو بيحفظ بس تقول له هنا قاتل الجيش المصري العدو الصهيوني، هو ده قاتل ولا قاتل؟ ده ايه؟ قاتل. ايوه. ولا قاتل؟ قاتل. يعني فعل ماضي. يبقى اللي هياخد لي بالشبه غلط، يبقى لازم أن يكون بيفهم. انا ما تاخدليش اربع حروف، ما انا بقول اربع حروف اشيل ذنب كل طالب بقى يعد لي اربع حروف الحرف الثاني الف يقوم مطلع. ما انا بقول له لازم الشرط الاول هو اسمه ايه؟ المشتقات. اسماء، اول حاجه قلت اسماء ولا افعال؟ اسماء. يبقى هو بيطلع لي اسم ما بيطلعليش فعل. مظبوط. يبقى مش اي حاجه، يعني ده كده فعل ماضي. لكن انا بقول له اسم اربع حروف. تمام. الحرف الثاني يكون الف مد. بعد الالف حرفين. جميل. طب لو انا كتبت كده داع كم حرف؟ ثلاثة. لا اربعة. عشان الداع الياء التنوين اللي هو أيوة تحت. ايوه، تنوين العوض اتشالت الياء. الاسم المنقوص يحذف الياء في حالة الرفع والجر ولا تظهر الا في حالة النصب، اقول داعيا. فلما اقول هل داع المؤمن للخير، يعني هل يدعو المؤمن للخير، اصبح دي اسم فاعل. مظبوط. يعني برضو انا بقول له الاشكال اللي ممكن تكون موجوده كده في عباره واقول له اسم الفعل ويحط له اربع اختيارات. يبقى عارف ان دي كده اسم ايه؟ اسم فعل، لان في هنا التنوين مش هيتكتب له. ايوه. مش شرط يكون محطوط تشكيله في الجمله. تمام. طب قدر كانت كده. النطق ايه؟ ضار. مار. طب فين الرابع؟ ما في تضعيف. اللي هي ضارر مارر شادد. يبقى اسم الفاعل هو اسم الفاعل ثلاثي اهو، اشكاله اهي، هتبقى بقى ايه في الجمله؟ احنا زي ما بنحط المعنى، احنا دلوقتي شغالين ايه؟ على الوزن. تمام. شغالين على الوزن. بنقول له خلي بالك ما تاخدش الامور بسطحيه، ما تطلعليش افعال. وما تطلعش اسم انت مش عارف هو اسم ولا فعل. انت اتاكدت ان ده اسم، استنى بقى المعنى عشان تعرف اذا كان اسم فاعل ولا لا. ممكن يكون اسم فاعل في الوزن لكن مش اسم فاعل في المعنى. تمام. مش هينفع احط مكانه الفعل. يبقى اسم الفاعل ده ثلاثي. طب اسم فاعل غير ثلاثي؟ قال لي غير ثلاثي بيبقى بقلب حرف المضارعه ميما مضمومه وكسر ما قبل الاخر. يبقى يا اما اربع حروف الحرف الثاني هيكون الف، الف، يا اما لازما اول حرف يبقى ميم مضمومه ومكسور ما قبل الاخر. تمام. لو رجعنا للجمله اللي كنا كاتبينها، كانت عندنا كلمه ايه؟ يستفيد. فقلت هل مستفيد؟ لما تيجي تشيلها هتقول ليه هل مستفيد؟ هتقول هل يستفيد. يبقى فعل غير ثلاثي لازما اسم الفعل يا اما اربع حروف الحرف الثاني الف اللي هو صانع او داع او مر او الكلام ده، يا اما اول حرف ميم مضمومه ومكسور ما قبل ايه؟ الاخر. الطلبه اللي مستواها متوسط او ضعيف بيجي يقول لك مستفيده، فين الحرف اللي قبل الاخير هنا يا استاذ احمد؟ المفروض الدال. يبقى عليها ايه؟ شده او فتحه. لا، مستفيده. ده عليها فتحة. فتحة. تمام. أنا قلت مكسور ما قبل الآخر
ولا مفتوح ما قبل الآخر؟ مكسور ما قبل الآخر. يقول لك ده مش اسم فعل، هو اسم فعل لأنه نسي اللي أنا شغال زي ما قلت على المفرد المذكر. جميل. يعني دي كأنها مش موجودة. أيوه تمام. يعني لسه هو برضو اسم، طب هو مستفيد. مش عارف يركز، ينفع أحط فعل مبني للمعلوم يبقى هو صح. تمام. يبقى كلمة مستفيدون الدالبة عليها ضم. ماليش دعوة، أنا آخر حرف عندي اللي هو آخر حرف في الفعل. اللي هو الفعل يستفيد، أنا بشتغل على إن ده آخر حرف. تمام. يبقى ميم مضمومة وكسر ما قبل إيه؟ الأخر. وكسر ما قبل الآخر. طيب إحنا كده قلنا الشكل اللي هيدور عليه. الشكل اللي هيدور عليه. يبقى لما أقول لي كده اسم الفاعل من، ويجي يكتب لي يتقن. ومحاطط لي كده هيبقى متقن ولا طاقن؟ متقن ولا ياقن ولا متقن؟ متقن. يبقى ده أسئلة اللي هي المستوى الأول. يعني أي حد المفروض بقى يجيبها لأن عارف إن ده يو. تمام. خلي بالك لحسن فيها لعب. لما أنا كتبت كده هل ينسى، هل ينسى الولد حقه؟ هل ينسى؟ ولما اقول هنا هل ينسي الزمان الاحزان؟ اقول ان اسم الفاعل في ينسى وينسي زي بعض، اقول كده الاثنين على وزن ناس ولا الاثنين على وزن منس ولا متناس ولا كل ما سبق صواب ولا كل ما سبق خطأ؟ هنا بقى مش هشكل، مش هشكل، هي جاية كده. هل ينسى الولد حقه؟ وهل ينسي الزمان الأحزان؟ الأولى ناسن عادي. ليه؟ لأن الماضي منه نسى. تمام. يعني تلات إيه؟ تمام. تلات حروف. يبقى أرجع للقاعدة اللي هو هيبقى إيه؟ أيوة. على وزن فاعل. على وزن فاعل. وهشيل الياه عشان كان زي كلمة داعي لأنها اسم منقوص. يبقى أنا دخلت كذا حاجة إيه في بعضها كده، بدأت أصعب بقى مستوى تاني أو مستوى تالت في عرض الأسئلة، والامتحان هيجي على مزاجي ولا على مزاجك، هيجي على إيه حسب ما المستشار يحط. يبقى هنا كده، هنا هيقول لي هل ينسى الزمان الأحزان؟ مش هينفع، هل ينسي الزمان؟ تمام. طب لو هو عمل كده عشان يسهل عليه، يا ترى الطالب هيعرف ان الفعل لما يكون ليها عليها ضمه ان الماضي بتاعه انسى زي يتقن اتقن ويخلص اخلص، واهو يتقن اتقن ويخلص اخلص وينتج انتج. يبقى هنا كده ينسي، يبقى المضارع منه ايه؟ ده كده ده مضارع، الماضي تمام. منه انسى. تمام. يبقى استاذنك يا استاذ سيد في فاصل صغير، فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. نشرة هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث. تحت إشراف مستر أحمد السعيد، بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات، مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء.